بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في عام 2019 يختلف عن باقي الأعوام بعد تحرير المحافظة من عام 2015. هذه السنة كانت موازنة 415 مليار من خلال دعم الاستقرار لمناطق المحررة 100 مليار، وإضافة إلى البترودولار والتنمية. هذه المشاريع هي حقيقة بعد تدمير المحافظة وتحريرها، هذه الأموال لا تكفي طيلة هذه السنوات الثلاثة المضت، لا تكفي لإعمار جزء بسيط من مناطق المحافظة، خصوصا عندنا مناطق المحررة هي مناطق دمرت بالكامل، بنى تحتية صفر، منظمات عملها موجود ولكن قليل بنسبة 10%، وهذا لا يكفي لإعادة إعمار المحافظة طيلة هذه السنوات. نحن كمجلس محافظة طالبنا أكثر من مرة الحكومة المركزية وطلبنا المنظمات والبنك الدولي بأن تكون اهتمام خاص لهذه المحافظة، لأنه محافظة مدمرة بالكامل، لا توجد فيها بنى تحتية، خصوصا الخدمات من المجاري ومن البلديات ومن الكهرباء والماء، هو هذه الخدمات التي التماس مع المواطن، ويجب أن تكون هناك مناطق بعد لم يرجع سكانها إلى مناطقهم، وتحتاج خصوصا جنوب صلاح الدين وشمال صلاح الدين، هناك مناطق مدمرة بالكامل تحتاج إلى موازنة أكثر من هذه الموازنة بثلاث مرات، وطلبنا وكمجلس محافظة نطالب أكثر من مرة ولكن دون جدوى. علي فاضل الدجيلي عضو مجلس محافظة صلاح.